السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت 28 من شهر مارس 2020، قبل أن نبدأ بالإحصائيات ونبدأ بالتحاليل والأخبار، أريد أن أخبركم أصدقائي وأذكركم بأنه هذه الليلة سوف يبدأ التوقيت الصيفي من ليلة السبت إلى يوم ليلة الأحد. كان الاتحاد الأوروبي يرغب بإلغاء التوقيت الصيفي، لكنهم لم يتفقوا أي توقيت سوف تعتمده أوروبا طيلة السنة، هل التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي؟ لذلك قاموا بتأجيل النقاش إلى سنة 2021، والآن بداية من يوم غد ستكون أول يوم في التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي تنقص ساعة، يعني من عندما تنتهي الساعة الواحدة وتصل 1:59 ليلا سوف تمر مباشرة إلى الساعة الثالثة ليلا أو الثالثة صباحا أصدقائي، وبذلك سوف يطول النهار. هل أنتم من محبي التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي؟ الآن سوف نمر إلى الإحصائيات. وصلت الحالات في ألمانيا إلى 53,340 حالة، شفي 7,632 شخصا، وتوفي 399 شخصا. بدأت ترتفع بعض الأصوات، لم يمر حتى أسبوع وأصوات كثيرة تطالب وتقول متى سوف ينتهي هذا الوضع ومتى سوف نرجع إلى حياتنا الطبيعية. السيدة ميركل أعطت جوابها وقالت: لا يجب علينا التسرع بإعادة الحياة إلى طبيعتها، وقالت: اصبروا، الوقت مبكر لنتخذ أي قرار، يجب الانتظار بعض الأسابيع قبل اتخاذ القرار النهائي. السيدة ميركل لا تريد الآن إعادة الحياة إلى طبيعتها لأنها ترى الوقت مبكر ولا ترغب بانتشار كورونا، وترغب في البداية بحصره وبعد ذلك النظر كيف يمكن إعادة الحياة إلى طبيعتها. نفس الشيء قاله رئيس مكتبها، مكتب المستشارية، قال: لن نتكلم ولن نناقش الآن أي تخفيف للإجراءات لغاية 20 من أبريل. إلى ذلك التاريخ سوف تبقى كل الإجراءات مستمرة. وقال: هو واثق أن الألمان ومن يعيش في ألمانيا سوف يحترمون ويحترمون الإجراءات، وسوف نلاحظ نتائج جيدة، يعني بها سوف نحصر كورونا بأقرب وقت في ألمانيا. وقال: لأن الحكومة لا ترغب بارتفاع الحالات كورونا وحصول ضغط على المستشفيات، لكنه قال: إذا نجحت ألمانيا في الأسابيع المقبلة، يعني في وسط شهر أبريل، بحصر كورونا، ستقوم ألمانيا بحماية الكبار بالسن أو من عندهم أمراض مزمنة، وسوف يسمح للشباب بالبداية بالخروج مع من مناعته قوية، والبقية سيتم الطلب منهم البقاء في بيوتهم وعزلهم بعض الأسابيع الأخرى كي لا يتعرضوا للخطر. لكن هذه القرارات كما قال سوف تكون في بعد نهاية 20 من شهر أبريل. السيد ميرتس، وهو سياسي كبير في حزب السيدة ميركل، ويرغب أيضا بأن يصبح حاكم لألمانيا ورئيس للحزب أصدقائي، قال: العالم بعد كورونا سوف يعرف أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة للغاية. قال: الأيام والأسابيع والشهور المقبلة سوف تكون صعبة علينا، لكنه قال: إيجابيات هذا الأمر هو قرب الناس الآن من بعض وتعاونهم مع بعض، وأيضا رأى بأن الثورة الرقمية، يعني التي تحصل الآن، ثورة الإنترنت واعتماد الناس على الإنترنت، له تداعيات إيجابية كبيرة. السيد ميرتس كان أيضا مصابا بكورونا، لكن مرت عليه كورونا خفيفة كما قال، وأعراضها كانت ضعيفة بالنسبة له، لذلك قال: أعراض كورونا لم تقلقه، إنما يقلقه أعراض التدهور الاقتصادي الذي يحصل الآن.
ارتفعت شعبية السيدة ميركل بشكل كبير خلال زمن كورونا، وشعبية وزير الصحة أيضا ارتفعت بشكل كبير، إضافة إلى شعبية رئيس مقاطعة بايرن السيد زودا ورئيس مقاطعة شمال الراين فيستفالن السيد لاشيت. الحزب الحاكم ارتفعت أيضا شعبيتهم لأول مرة منذ سنوات كبيرة في ألمانيا، وعدد كبير من الناس يرون في الحزب الحاكم الحزب القادر على إخراج ألمانيا من هذه الأزمة، ويرون بالسيدة ميركل المرأة والقائدة التي تستطيع إخراج ألمانيا من هذه الأزمة. بالمقابل ولأول مرة انخفضت شعبية حزب البديل، وهو الحزب اليميني المتشدد الذي يكره اللاجئين. الآن سوف يكون صراع كبير بين رئيس حكومة بايرن السيد زودا ورئيس حكومة شمال الراين فيستفالن إنغفي السيد لاشيت على الوصول إلى الحكم وخلافة السيدة ميركل، لأنه كما نعرف السيدة ميركل أعلنت على أنها ترغب بالانسحاب من الحكم في خريف سنة 2021. أصدقائي، هناك بعض الأخبار السريعة. السويد تعتبر هي الدولة الوحيدة التي لم تغلق المحلات والمدارس والجامعات، والناس هناك في السويد يعيشون حياة طبيعية. الحكومة السويدية تعرضت إلى انتقادات شديدة، لماذا لم تعملي مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، أمريكا؟ قالت لهم الحكومة السويدية: نظامنا الصحي مستعد والدولة مستعدة لأي طارئ. أصدقائي، وزارة الداخلية ترغب بزيادة عدد الفحوصات بشكل كبير ليصل إلى 200,000 فحص في اليوم، وقالوا كل ما زدنا عدد الفحوصات كل ما كانت الفرصة كبيرة بإعادة الحياة إلى طبيعتها. بدأ النقاش أيضا في ألمانيا حول مراقبة الهواتف وتتبع حركة الناس لمعرفة مع من التقى الشخص وأين ذهب الشخص. هناك سياسيين ألمان يعارضون الأمر ويقولون هذه دعوة للتجسس على الناس وخرق واضح للحرية والديمقراطية. هناك سياسيون يقولون صحة الناس أهم الآن، ولا يجب علينا أن نعقد الأمور، خصوصا إذا أردنا العودة إلى الحياة الطبيعية وإنقاذ من مناعتهم ضعيفة من كورونا. ارتفاع مبيعات الصابون يساعد شركة ألمانية مشهورة جدا من إنقاذها من الإفلاس. كانت سوف تعلن إفلاسها، لكن بسبب كورونا أصبحت الآن تحتاج إلى عمال وموظفين. أصدقائي، طلبت اليونان مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي بخصوص مخيمات اللاجئين خوفا من انتشار كورونا بين اللاجئين في اليونان، وقالت إذا لا سمح الله إذا انتشر كورونا بين اللاجئين في اليونان ستكون كارثة كبيرة. الصين ترجع فيها الحياة إلى طبيعتها بعد فك الحصار على مدينة ووهان، والآن بدأ الاقتصاد والشركات تعمل وتنتج بشكل كبير في الصين. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.